بهذه الطريقة احتفل أهالي منطقة تساوى بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابوا شوارع المدينة بالدف والأناشيد الدينية معبرين عن فرحتهم بهذه الذكرى التي تمثل لهم يوما مليئا بالمحبة والسلام. نحتفل بهذا المولد الكريم المبارك الحق شهادة بالله، يعني فرحة عامرة والاحتفالات بخير سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وككل عام تقوم هذه الطائفة بزيارة المساجد والزوايا الصوفية المعروفة في المنطقة، ويبدأ المنتسبون لها في ترديد الأشعار الدينية والقصائد التي ترمز لمولد النبي الكريم وسيرته العطرة. نخرج في جماعات اللي هو لزيارة من مكان اللي هو يسموه الزاوية السلامية إلى مكان الزاوية اللي هو الشادلية، مرورا بالزاوية السلامية الأم اللي هي تكون في هذا المكان. طبعا يقومون بالأشعار وبعض القصائد اللي هي تدل على إحياء هذه الذكرى. أجواء تدل على مدى تآزر وتعاضد أهل تساوى فيما بينهم واعتزازهم بموروثهم الثقافي الذي تداوله جيلا بعد جيل.